السلام عليكم. تعيش المنطقة منذ مطلع الشهر الجاري رجع صدى القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق الذي أودى بحياة اثنين من كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني وخمسة من المساعدين لهم، وما تلاه من رد إيراني عبر طائرات مسيرة وصواريخ أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل. وعلى الرغم من أن مقذوفات إيران وطائراتها المسيرة لم تصب أذى في الأرواح والبنية التحتية الإسرائيلية بحسب بيانات عن مسؤولين إسرائيليين، وأن الرد الإيراني تأخر أسبوعين، وأن إيران أعلمت واشنطن قبل الهجوم بموعد الهجوم، فإن السجال بين طهران وتل أبيب لم يتوقف، والوعد والوعيد بين الفريقين لم يهدأ. إسرائيل تهدد بهجوم حكيم، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه سيكون حكيما، والحكمة هنا وراءها نفس أمريكي لا يرغب في تصعيد المواجهات في المنطقة. في حلقة اليوم من حديث العرب نتوقف مع هذه التطورات لنبحث في الأسباب التي دفعت إيران إلى إعلام واشنطن بموعد إطلاق مسيراتها تجاه إسرائيل، والأهداف التي سعت طهران إلى تحقيقها من وراء الهجوم، وماذا حققت منها. كما نتطرق إلى الأثر الذي قد تحدثه هذه التفاعلات الميدانية على الحدث الأبرز والرئيس في المنطقة، وهو الحرب الإسرائيلية على غزة. التفاصيل بعد متابعة التقرير. في الرد على الهجوم، بالنظر إلى حجم وعدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران ضد إسرائيل قبل أيام، فإنه هجوم كبير وغير مسبوق. لكن إذا نظرنا من زاوية أخرى نحو نتائج هذا الهجوم، فإن وجهة النظر على الأرجح قد تختلف. فبحسب التصريحات الإسرائيلية والغربية، فإن 99% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية أسقطت قبل أن تصل إلى أهدافها، والبقية لم تسفر عن أضرار تذكر. الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بشأن أهداف الهجوم الإيراني، وهل كانت طهران تريد فعلاً إلحاق الضرر بالمواقع الإسرائيلية المستهدفة، أم أن الهجوم لم يكن إلا رسالة إلى تل أبيب وحلفائها لتأكيد قدرة إيران على مهاجمة إسرائيل، لا سيما أن نظام طهران أعلن عن موعد الهجوم وأبلغ عدة دول بموعده كذلك. وبينما قال الإيرانيون إن هدف العملية ينحصر في الرد على الهجوم الذي شنته طائرات إسرائيلية على البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق، نافين بذلك أي ربط بين الهجوم على إسرائيل والحرب الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر. فإن كثيرا من المحللين يرون أن الهجوم الإيراني قد أثر سلبا على مجريات المعركة السياسية والعسكرية في غزة، إذ أعاد الهجوم الإيراني الاصطفاف الغربي خلف إسرائيل بعد أن كانت عزلتها الدولية تتصاعد يوما بعد يوم بسبب ما يرتكبه جيشها من فظائع ضد المدنيين في القطاع الفلسطيني. كما أن الهجوم الإيراني بحسب بعض المحللين رمم صورة العسكرية الصهيونية التي مزقتها المقاومة الفلسطينية في معارك طوفان الأقصى، ليظهر كيان الاحتلال كما لو أنه استعاد توازنه عسكريا، وإن كان ذلك بمساعدة غربية بفضل النصر المجاني الذي أهداه له النظام الإيراني. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأستاذ جلال سلمي الباحث في العلاقات الدولية، ومعنا عبر سكايب من أنقرة الأستاذ منذر الأسعد الباحث في الشؤون الإيرانية. أهلا بكما ضيفينا الكريمين. لو بدأنا في الاستوديو أستاذ جلال، لو أمكن أن تعطينا توصيفا عاما لمجمل ما يجري في المنطقة، وخصوصا في مرحلة ما قبيل قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق وصولا إلى يومنا هذا، نظرة مجملة ما الذي يجري؟ ما الذي يجري باختصار؟ كما تعلم بعد 7 أكتوبر تحركت بعض الأذرع التابعة لإيران أو الموالية لإيران بشكل أو بآخر، محاولة أن
تحفظ ماء الوجه وأن تقول نحن هنا سنساند غزة، لكن هذه المساندة كما أعلن حزب الله أكثر من مرة ستكون مدروسة ووفق قواعد الاشتباك ولن تخرج عن هذه القواعد. هذا الذي يجري منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا، لكن صراحة هناك مفارقة بسيطة لابد من الإشارة إليها. إذا لاحظت أن التصعيد الذي يقوم به الحوثيون هو أكبر من التصعيد والمواجهات التي يخوضها حزب الله، وإذا ما أردنا أن نسأل نفسنا لماذا، الإجابة هذه عند الاستراتيجية الإيرانية. الاستراتيجية الإيرانية تجاه العدو الإسرائيلي أو الاحتلال الإسرائيلي باختصار شديد تقوم على أن يكون هناك توازن للتهديدات، بمعنى إيران تريد أن تظهر نفسها للعالم وللولايات المتحدة الأمريكية وحتى للاحتلال بأنها قادرة على توجيه التهديدات، لكن هي تحرص على أن يكون الهدف فقط توجيه التهديدات وليس استخدام هذه التهديدات بشكل ملموس يعني أو بشكل يعني فعلي. إشعارهم بأنها قادرة. قادرة على الردع والتهديد. نعم. وهذا ما يطلق عليه في العلاقات الدولية بتوازن التهديدات. بمعنى إنه أنت عندك تهديد وأنا عندي تهديد، لكن نردع بعضنا بعضاً بعيداً عن المواجهة المباشرة. فقط من أجل أن نرسم معادلة وعلى أساسها نسير ونراعي مصالح بعضنا بعض، لكن بشكل خشن. هذا الشكل. خشن نعم، بمعنى أن هناك قوة متراصة هنا وهنا لكن لا تصطدم، نحرص كل الحرص على ألا تصطدم. اصطدام حزب الله اصطدام كان نسبي بسيط جدا، اصطدام على سبيل المثال بعض الذين انطلقوا من سوريا أو بعض الصواريخ أو بعض المسيرات التي انطلقت من سوريا كانت خفيفة جدا جدا. أيضا ذلك الأمر ينطبق على العراق، نعم قليلة العدة والأعداد والتأثير حتى، لكن إذا ما نظرنا إلى الحوثي لا كان المستوى أعلى شوية. طب هذا ماذا يعني؟ يعني أن إيران منذ 7 أكتوبر حرصت على ألا تشتبك مع الإسرائيلي بشكل مباشر، وحركت الحوثيين حتى أيضا لا تحرج نفسها مع محور المقاومة بين القوسين. وفي موضوع التهديدات عفوا بس لإكمال الفكرة سريعا، كلما ابتعد التهديد عنك كلما قل توترك وقل الضغط عليك. وإيران أرسلت هذه الرسالة منذ اليوم الأول 7 أكتوبر بأنها لن توجه تهديدا قريبا إلى إسرائيل، بل ستعمل على أن يكون التهديد بعيد جغرافيا نوعا ما. وكما تعلم المسافة كبيرة بين الحوثي وإسرائيل، وإن كان هناك تأثير للتحركات الحوثية على حركة الملاحة البحرية الخاصة بإسرائيل، إلا أنه هذا الأمر لا يذكر مقارنة بتحرك حزب الله الكامل والمباشر ضد إسرائيل. لكن هل أخطأت إسرائيل في حساباتها كما ذهب بعض المحللين في نيويورك تايمز، صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عندما قصفت القنصلية الإيرانية في دمشق؟ هل كان هذا خطأ في الحسابات؟ بطبيعة الحال هو خطأ. أتصور أن إسرائيل حاولت أن تقايض الولايات المتحدة الأمريكية منذ اليوم الأول. كيف ذلك؟ أرادت أن تعمل على ارتكاب خطأ مدروس، هو خطأ بحد ذاته لكن مدروس، بمعنى هي أرادت أن نوعا ما تفتح هذه الجبهة مع إيران، لكن بشكل نسبي وأيضا بشكل لا يجعل الأمر في إطار التصعيد المطلق، ولكن في إطار أن يشعل فعلا رغبة الإيراني في الرد، لكن أيضا في ذات الوقت يحرك الأمريكي على أن يدافع عن إسرائيل. وفي ذات الوقت تذهب إسرائيل نحو مفاوضة الأمريكي لتقول له إما أن تعطيني فرصة لأرد على إيران ردا كبيرا وبالتالي أحفظ ماء الوجه عندي، أو تعطيني إمكانية الدخول إلى رفح. نعم. وهذا أيضا ما صرح به نتنياهو أصلا علنا عندما قال نعم نحن قايدنا الولايات المتحدة الأمريكية بشكل علني. نعم. ربما نؤجل اليوم الرد على إيران، لكن في جميع الأحوال الأمر تم في إطار مقايدة رفح مقابل عدم الرد أو تأجيل الرد على إيران في الوقت الحالي. طيب أستاذ منذر، في أنقرة بالرغم من أن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق يعني وصف من قبل المراقبين والمحللين بأنه يعني شكل ضربة مهينة لإيران من حيث المكان الذي قصف ومن حيث الوزن وزن الشخصيات التي قتلت في هذا القصف، ومع ذلك بالرغم من أنه كان مهينا إلا أن الرد الإيراني تأخر نحو أسبوعين على هذا القصف. هل لديك تفسير لماذا تأخر الرد الإيراني كل هذا، علما أن إيران تسوق نفسها في المنطقة على أنها قوة كبيرة قوة عظمى لا ينبغي أن يحصل شيء في هذه المنطقة دون إرادتها أو دون على الأقل تأثيرها؟ ما الذي حدا بإيران أن تؤخر ردها كل هذا الوقت؟ هو تفاصيل يعني حدود الرد كانت موضع مماحكة وتفصيل بينهم وبين الأمريكان إلى حد يعني عجيب جدا وغير مسبوق. كيف يعني؟ لو تضعنا في صورة هذه التفاصيل والنقاشات. نعم. لو تضعنا في صورة هذه التفاصيل أو المماحكات بين الإيرانيين والأمريكيين حول طبيعة الرد، كيف يعني عجيب جدا؟
حتى يعني لأنهم يدركون أن نتنياهو قادر على الرد بقوة، وهو في مأزق أصلا داخلي، فلديه الشهية الأكيدة على أن يرد ردا قويا وخارج السيطرة. فلذلك الاحتواء الرد الصهيوني كانت هذه التفاصيل وتدخلت فيها دول عديدة، عمان وتركيا وقطر، يعني هذا ليس سرا، يعني كانت التفاصيل الدقيقة، حجم الرد ونوع الرد، كل هذا كان موضع يعني كأنه رد مرسوم يعني. نعم. طيب، يعني برأيك أن الرد الإيراني كان موضع اتفاق بين إيران وعدد من دول المنطقة، مع يعني أفهم من كلامك وقد أكون مخطئا وصحح لي، مع إشراف أمريكي مثلا؟ لا، دول المنطقة كانت تلعب دور الوسيط يعني، أو نقل الرسائل وتلطيف الأجواء. أما الحقيقة القرار أمريكي يعني، في النهاية أمريكا هي التي ترسم الحدود في المنطقة، ومن يتجاوزها يدفع الثمن. الرد الإيراني كان محاولة لحفظ ماء الوجه، وخاصة أن الضربة الصهيونية للقنصلية الإيرانية في دمشق عمل يعني فعلا استفزازي وكبير ومهين، وفي الوقت نفسه يعني وضع القيادة الإيرانية أمام حرج أمام جمهورها، بالرغم من براعتها في تسويق المتناقضات. يعني هي تستطيع مثلا أن تخذل غزة كل هذه الشهور وتظهر بمظهر أنها الداعم الوحيد لغزة مثلا، فعندها جمهور يعني تستطيع تسويق النقائض أمامه، لكن وصلنا إلى مفترق طرق، فكان لابد من الرد. والقوم هناك سابقة، لعلكم تذكرون تصريح الرئيس الأمريكي السابق ترامب عن موضوع قصف قاعدة عين الأسد في العراق، يعني ما يبدو أنه انتقام أو ثأر لمقتل سليماني والمهندس، فقال طلبوا منا هذا وأعطيناهم. وبالرغم من أن ترامب هو الصقر يعني في مواجهة إيران، لماذا يحرص على حفظ ماء وجه إيران؟ يعني نعم. القضية، العلاقة بين الطرفين معقدة ومتشابكة جدا. نعم. طيب سيد جلال، يعني كانت إيران حريصة على إبلاغ واشنطن بموعد الهجوم وحدوده وطبيعته، وهذا برز للعيان. ما تفسير هذا الحرص الإيراني على إبلاغ واشنطن، وهي التي يعني تصريحاتها كانت قوية على لسان كبار مسؤوليها وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، عندما قال بأن إسرائيل ستتلقى صفعة قوية، ثم بعد ذلك يفاجئ الجميع بأنهم يرتبون مع دول المنطقة على حدود الرد وشكله، ثم بعد ذلك يخبرون الأمريكيين بموعد وطبيعة الرد. ما تفسيرك لهذا الأمر؟ يعني خطاب خامنئي في البداية كما قال الأستاذ وكما تفضل السيد الكريم هو موجه للداخل، ولذلك لا يمكن أن نقرأه في إطار العلاقات الدولية وتأثير ذلك في إطار العلاقات الدولية. يبدو أنه نوعا ما كما رأينا أيضا الاستهلاك المحلي. نعم، الاستهلاك المحلي، وكان أصلا يعني هذا الأمر جاء بعد تقريبا أسبوع إلى أسبوعين من استهداف القنصلية، وبالتالي واضح جدا أنه بعد تزايد الضغط الداخلي أقدم الخامنئي أو خامنئي على كتابة هذه التغريدة. لكن إذا ما قرأنا موضوع إخبار الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحدث وكيفية الرد إلى آخره من هذه التفاصيل، طبعا ليس الولايات المتحدة الأمريكية فقط من تم إخباره، كما تعلم أيضا كان هناك إخبار لبعض دول المنطقة، قيل أن تركيا أيضا تلقت خبرا حول هذا الأمر، الإمارات ذكرت أيضا في إطار بعض التصريحات الإيرانية. طيب، لكن إذا ما أردنا أن نفهم لماذا أمريكا تحديدا، وكما تعلم إيران تقول عن أمريكا الشيطان الأكبر، والولايات المتحدة الأمريكية تقول عن إيران جحر الإرهاب وما إلى آخره من هذه الأمور. أولا هناك هدفين أتصور، الهدف الأول وهذا هو الأساسي بالنسبة لطهران، هو أن تؤكد للولايات المتحدة الأمريكية أنها فعلا لا تزال ملتزمة بمحدودية الصراع. نحن لا نريد التصعيد، نحن فقط طبعا نريد، لا نتكلم عن هدف العملية وإنما نتكلم عن هدف عن إخبار سبب واشنطن، سبب إرسال هذه الرسائل للتأكيد على هدف العملية، للتأكيد على محدودية الرد. نحن سنرد فقط من أجل
صون كرامتنا إن صح التعبير، ويجب أن نرد حتى نرضي الداخل الإيراني، لأنه كما تعلمون إسرائيل أقدمت على استهداف أراضي إيرانية، وكما تعلمون القنصلية أو السفارة هي بمثابة أو بمرتبة أراضي أي دولة حول العالم. الهدف الثاني، وهذا هو أيضا كان هدف أساسي، تأكيد على أن المفاوضات والمشاورات والخطوط الخلفية للتواصل السري، بين ليس السري بمعنى أنه شيء خفي عنا أو كان لعبة، لا، التواصل غير المباشر حتى بواسطة قطر أو بواسطة عمان بغض النظر من هو الوسيط، نحن كإيران لا نزال نتمسك بهذا الأمر، لأنه نحن كإيرانيين نقدر أن لدينا مصلحة كبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومصلحة الاتفاق النووي، ومصلحة أيضا حفظ المياه الدولية، تحديدا مضيق هرمز. أيضا لدينا أمور لا نريد أن نخسر كل شيء من أجل فقط أن نرد، وهذا أيضا أتصور أن هذا الهدف كان واضح جدا من خلال أيضا إرسال رسالة مسبقة للعملية. إذا ما تذكر تم أيضا أخذ سفينة، هناك سفينة برتغالية يملكها تصور رجل أعمال إسرائيلي، وتم قطرها إلى الداخل الإيراني، إلى داخل المياه الإقليمية الإيراني. إذا إيران خططت بهذا الشكل، وأتصور أنها نفذت في هذا الشكل، أنه كما رأينا الموضوع كان بمثابة المسلسل المباشر أو الفيلم المباشر إن صح التعبير. طيب، خططت بهذا الشكل ونفذت بهذا الشكل، أريد أن أسأل أستاذ منذر، خططت ونفذت بهذا الشكل برأيك ضمن السياق الإقليمي والدولي، هل نجحت إيران في ضبط ردها والتحكم به، أم أن ردها الذي شمل 300 طائرة مسيرة وصاروخ، وقيل بأن المرة الأولى التي تهاجم إيران بمثل هذا العدد كان استدراجا لها وخطأ في الحسابات؟ ما أظن أنه استدراج، لأنه لو كان استدراج، لاحظ الآن يعني عودنا الكيان الصهيوني على سرعة الرد على أي على أمور أبسط من هذه، ومع ذلك حتى الآن لم يرد. طبعا هناك ضغوط أمريكية هائلة على تل أبيب، لكن المسألة لا، الرد الإيراني لم يكن منه بد، والحجم كان متعمدا للتغطية على فقر المضمون. يعني 300 مقذوف ما بين مسيرات وصواريخ كروز وصواريخ باليستية إلى آخره، كل هذا للتغطية على أنه في النهاية لا توجد هناك أضرار حقيقية. يعني هذا الحدود المرسومة للخصومة بين الحليفين اللدودين أو الخصمين الحميمين هي أنه لا يوجد قتلى كثر في الجانبين. يعني حتى الاعتداءات الإسرائيلية مثلا على قيادات إيرانية مهمة لا تختار صح نوعية، لكنها أعداد محدودة، يعني لا يسمح لهما بالهجوم المباشر الواسع. يعني برأيك أستاذ منذر، أيهما أكثر ألم لإيران، أن تخسر اثنين من كبار ضباط الحرس الثوري يديران عمليات إيران في لبنان وسوريا، أم أن تخسر 20 أو 30 جندي؟ المسألة لا أظن أنهم لا يحسبونها هكذا، هم عندهم هدف استراتيجي، والحقيقة برغم يعني نحن أول المتأذين من هذا المشروع وهو مشروع تدميري وسرطاني، لكن الحقيقة هم بارعون في تنفيذه. يعني هم مصرون على المضي في خطتهم حتى لتجاوز ما كانت الإمبراطورية الساسانية عليه. يعني هم وصلوا للبحر المتوسط وطموحاتهم أكبر من هذا، فهم يعتبرون أن كل هذه التضحيات الهامشية بين قوسين يمكن تعويضها ما دام المشروع يمضي إلى الأمام وليس إلى الخلف. نعم، نريد أن نبحث بعد قليل جملة الأهداف التي سعت طهران إلى تحقيقها من وراء الهجمة التي أطلقتها باتجاه إسرائيل، وماذا حققت منها؟ فاصل قصير ومن ثم نعود. أهلا بكم مرة أخرى، ما زلنا معا في الحديث عن الرد الإيراني على قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق وقتل 7 من ضباط الحرس الثوري. أستاذ جلال، ما الهدف بشكل عام التي سعت طهران إلى تحقيقه من وراء
هذه الهجمات وأطلقت 300 مقذوف ما بين طائرة مسيرة وصاروخ، ما جملة الأهداف التي سعت طهران إلى تحقيقها؟ يعني جملة هذه الأهداف كثيرة، لكن دعنا نختصر الأمر في أمرين أبرزها. نعم، الأبرز وكان فعلا الحفاظ على مستوى الردع. هي أرادت أن ترسل للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل وحتى الحلف الغربي ككل، أنا كإيران أستطيع أن فعلا أردع أي هجوم يمكن أن يطالني، لذلك تجنبوا استهدافنا بشكل مباشر. ربما هنا نقرأ أن إيران في السابق كما تعلم تعرضت الكثير من دعنا نقول الجهات التابعة لإيران لبعض الاستهدافات الإسرائيلية وأحيانا بعض الاستهدافات الأمريكية، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف إيران بشكل مباشر، لذلك كان لابد بالنسبة لإيران أن ترسل رسالة عميقة ورسالة عظيمة بين قوسين من خلال استخدام كم هائل من المسيرات وأيضا الصواريخ لكي تؤكد للولايات المتحدة الأمريكية والحلف الغربي بشكل عام بأن استهدافها بشكل مباشر لن يمر دون عقاب. لذلك دعونا نكمل تنافسنا إن صح التعبير أو الخصومة الحميمة كما وصفها السيد من أنقرة. دعونا يعني توافق على التوصيف نكملها. نعم نعم نعم، لكن خصومة حميمة لا تعني مسرحية. خصومة حميمة بمعنى أنه كل واحد يعرف مصالحه، كل واحد يدرك نفوذه. أيضا نفوذه، كل واحد يعرف الخطوط المرسومة للعلاقة أو عفوا للمعادلة الإقليمية وعلى أساسها يسير. لكن إيران سعت أن تثبت حالة الردع الموجودة بمعنى تجنب استهدافنا ودعونا نناور خارج. قلت إن الهدف الأول هو الردع، ماذا وقلت إن هناك هدفين؟ هذا طبعا هذا الهدف الأول هو في إطار الردع، هو كما أسلفت هي رغبت أن يكون في ابتعاد عن أراضيها سواء بالسفارات أو حتى الحدود القومية. الهدف الثاني وهذا أيضا هدف مهم وأشرنا إليه في البداية هو فعلا أرادت أن تبقي على حالة توازن التهديدات. إيران لو لم تستهدف الاحتلال بهذا الشكل، لو لم تقدم على الرد، لفعلا ربما رأينا في بعض المناطق انحصار لنفوذها، أيضا تراجع لكلمتها سواء على حلفائها أو غير أو من هم ليسوا بحلف معها أو حتى أمام روسيا أصلا كحليف أو ربما دعنا نقول منافس لها في سوريا أو حتى أمام الإسرائيليين بشكل عام. بمعنى أنت اليوم لو أنا استهدفت القنصلية ولم ترد، بمعنى هذا بمعنى ذلك أن ليس لديك هذه القدرة على الرد، وبالتالي ستشجعني بشكل أو بآخر على استهدافك أكثر مرة. إذا شجعتني على استهدافك أكثر مرة أيضا أطراف أخرى ستتشجع على عفوا استباحة أراضيك واستباحة أهدافك ونفوذك وإلى ما وغيره من هذه الأمور. وأيضا كما تعلم النفوذ الإيراني كما أسلفنا هو قائم في أكثر من منطقة جغرافية، لذلك عندما يتم استهداف إيران بهذا الشكل ولا ترد إيران هذا يعمل حالة من الاهتزاز لهذا النفوذ، لذلك كان لابد من التحرك في هذا الإطار للحفاظ على النفوذ الممتد داخل منطقة الشرق الأوسط في إطار ما يسمى بتوازن التهديدات. وأنا أريد أن أؤكد على هذه الكلمة لأنه إيران لا تملك توازن القوى أمام الولايات المتحدة الأمريكية. بجميع الأحوال الولايات المتحدة الأمريكية تتفوق على إيران مسافات كبيرة جدا من ناحية القوى العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية وما إلى آخره. كما تعلم أصلا إيران اليوم ترزح تحت حصار أمريكي من خلال العقوبات وغيره، لكن من خلال التمدد الذي يشكل نوع من التهديدات للمصالح الأمريكية وحتى عفوا طهران هددت المصالح الأمريكية بأكثر مرة سواء المصالح الأمريكية في العراق أو حتى في محيط باب المندب أو مثلا في سوريا وغيرها من هذه المناطق، من خلال هذا التهديد هي تحاول قدر الإمكان أن ترسم معادلة لنفوذها وتصور أنه كان لابد من الرد من أجل الحفاظ على هذه المعادلة أيضا. أستاذ منذر، إذن من جملة أهداف إيران من هذه الهجمة أولا التحقيق مبدأ الردع المتوازن مع إسرائيل والحفاظ على نفوذها وصورتها أمام وكلائها أو حلفائها أو أذرعها في المنطقة، ما جملة ما تحقق من هذين الهدفين برأيك؟ هل استطاعت إيران أن تحافظ على صورتها أمام وكلائها بهذا الرد الذي لم يوقع لا قتيلا ولا جريحا ولا دمر مبنى ولا سيارة في 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 الكيان في الاحتلال في أرض الاحتلال الإسرائيلي؟ هل هذا ردع وهل هذا حفاظ على الصورة؟ والله أنا أعتقد أنها ناجحة جدا أمام جمهورها ووكلائها، هي ليس لها حلفاء، يعني مع احترامي وتقديري للآراء الأخرى هي مسيطرة على الحلفاء الذين يسمون حلفاء مجازا حقيقة، لأنه لا يوجد ندية، يعني كلمة حلفاء يجب أن يكون هناك ندية.
هؤلاء الوكلاء أو الحلفاء الصغار هم تحت السيطرة، لا يملكون خيارات أخرى، يعني ليس عندهم ترى في محاولة الخروج من العباءة، لا يوجد بدائل أمامهم. لكن ما يحسب للقيادة الإيرانية قدرتها على يعني تسويق المتناقضات أمام عقل الأغلبية. طبعا هناك ناس متمردة، لكن أما هناك كتلة ضخمة في البلاد تسير وراء المشروع، مشروع النظام. لماذا؟ كيف يوفقون بين مثلا الاعتراف أنه نحن سهلنا احتلال بغداد وأفغانستان أمام أمريكا والشيطان الأكبر؟ يعني عندهم قدرة، طبعا يساعدهم أمر مهم جدا وهذا ليس يعني تجنيا، أنهم هم حاجة غربية ماسة، وهذه ليست وليدة اليوم. يعني لنذكر أن مثلا قبل 100 سنة عندما كانت بريطانيا وفرنسا تتقاسمان العالم العربي وتفتتانه، أعطيت إيران ما قبل الخمينية أعطيت الأحواز، عربستان، ولمن؟ لنظام بهلوي والد الشاه الأخير الجنرال رضا بهلوي. نعم. الذي وصل إلى الحكم بالانقلاب، وعندما تعاون مع النازي لم يسقط النظام وإنما جاءوا بابنه. يعني إيران حاجة استراتيجية مهمة جدا لاستراتيجية الغرب في المنطقة. طيب هذا عن موضوع صورتها أمام وكلائها، لكن ماذا عن موضوع هدف الردع مع الاحتلال الإسرائيلي؟ إلى أي مدى استطاعت أن ترسخ أو تكرس سياسة الردع المتوازن؟ ما أنا لا من أنا طبعا يعني لست خبيرا عسكريا، لكن أتوقع أنا أن قدرات إيران هي قدرات قوية إقليميا، لكن حقيقة بالمقارنة مع قدرات العدو الصهيوني لا سواء من ناحية عسكرية. بالعكس الحلفاء الصغار عندهم قدرة على إيذاء الكيان أكثر من إيران. إيران لن تغامر بحرب كبرى تخرب عليها كل ما جنته خلال 40 سنة. يعني إيران راكمت مكاسب حقيقة على الأرض. نحن ما يهمنا، يعني على طريقة الأعرابي الذي قال أوسعتهم سبا وأودوا بالإبل، يعني سرقوا له قطيع الأباعر أكرمكم الله وهو شتمهم. يعني حقيقة هم لا حققوا الآن باعترافهم يعني 4 عواصم عربية إضافة للأحواز. يعني هل بلعت الموس؟ يعني إذا صح التعبير، إذا جاز أن نقول، هل رضيت إيران بأن تبلع الموس على الحدين من أجل الاحتفاظ بنفوذها وأماكن هيمنتها في المنطقة؟ رضيت لنفسها ذلك؟ هم يعلنون أنه الصبر الاستراتيجي. حقيقة هو مصطلح غريب يعني جدا، لكن حقيقة هم ينفذون أن ما دمت أنا أسعى إلى الهدف والهدف يتقدم حتى لو تلكى. يعني أحيانا الأمريكان يوقفون مدهم وهذا، لكن من الذي أوصلهم إلى البحر المتوسط؟ يعني لا يجوز أن نمارس، يعني مشكلتنا نحن العرب نقرأ إما نهاجم مثلا من نكره أو من يعتدي علينا أو ندافع عن من نحب. الحقيقة الموضوع ما له علاقة بهذا. هذا التمدد ليس عفويا وليس غباء. من الآن كلهم يقولون نريد إخراج إيران من سوريا، من الذي سمح لهم بالدخول؟ يا أستاذ هم الحقيقة لا، ناس بارعين يعرفون حاجة الغرب الاستراتيجية إلى خدماتهم وهم يجنون مكاسب. هذا طموح إمبراطوري يغذي ملايين، يعني مخيلة ملايين الإيرانيين حقيقة، يعني ليس النظام وحده. طيب أستاذ جلال، إلى أي مدى نحن الآن نجد أنفسنا في المنطقة أمام قواعد اشتباك جديدة بين إيران وبين الإسرائيليين؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، فقط استكمالا لما ذكره الأستاذ منذر في موضوع الرد، هناك الرد الاستراتيجي الذي تحدثنا عنه وهو حافظ لإيران بشكل أو بآخر موضوع الردع، وأيضا نقطة التوازن. أريد أن أتوقف معك معذرة أستاذ جلال، يعني أنت تصر على أن هناك إيران حققت الردع، لكن سؤال هذا قد يتبادر إلى ذهن كثير من المشاهدين، هل يتحقق الردع من قبل قوة
أعلمت عدوها الذي ستقصفه بأنها ستقصفه بكذا، وأن الموعد كذا، وأن طبيعة الرد كذا، وأننا نريد التصعيد. هل يتحقق الردع بهذه الآليات؟ نحن فصلنا في موضوع ما هو الردع الإيراني اللي هنا. لا أقول أنه الردع الإيراني هنا يعني يخيف ويرعب الإسرائيليين، أيضا يخيف ويرعب الأمريكان، لأنه من ناحية توازن القوى تحدثت أيضا، تحدثت أنا وأيضا الأستاذ منذر تحدث في هذا الإطار. من ناحية القوى طبعا هناك تفوق يفوق الإيراني بشكل كبير، لكن الإقدام على استهداف الإسرائيلي وأيضا إرسال رسالة إلى الأمريكي بأن المعادلة بيننا قائمة، لكن إذا ما استهدفتمونا بشكل مباشر فنحن سنعمل على الرد، هذا بحد ذاته هو أنا يحقق بالنسبة لإيران موضوع الرد. لكن هذا الرد فقد القيمة، لم يصل شيء إلى 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 أراضي فلسطين، إلى أراضي الاحتلال إطلاقا، لم يصل شيء إطلاقا. هذا الرد الاستراتيجي أتصور أنه حقق الردع كما أسلفت بحد ذاته من خلال فقط الإقدام على الرد. لكن هناك الرد التكتيكي، والذي أيضا ربما بشكل أو بآخر حقق موضوع الردع. تم البارحة في منطقة العرامشة أو عرب العرامشة، حيث تم استهداف ما يقارب 20 ضابطا صهيونيا كانوا على مقربة من الحدود. طبعا كما تعلم تجميع المعلومات الاستخباراتية حول الموضوع، وأيضا استهداف الضباط بشكل مباشر وناجح. بشكل أو بآخر أنا أتصور أن إيران لها يد طولة في هذا الأمر، ولا يمكن أن يتم فقط من خلال حزب الله. لذلك أتصور أن موضوع الرد الإيراني لم يكن فقط من خلال المسيرات ومن خلال هذه الصواريخ التي رأيناها، بل والعالم كله شاهدها بشكل مباشر. لكن أيضا أتصور أنه بعد ذلك أو بعد هذا الرد تبع أو أتى رد آخر من خلال استهداف الضباط. ومعنى استهداف الضباط في عين العرامشة هو بشكل أو بآخر يوازي استهداف الضباط في القنصلية، سواء ماتوا هؤلاء الضباط أو لم يموتوا، أقصد الضباط الإسرائيليين. بشكل أو بآخر نحن كإيران أقدمنا على الرد، وحتى نحن كإيران ربما رد يعني كان ردنا بشكل مباشر أو غير مباشر، في النهاية نحن لدينا قدرة على الرد، وهذه هي النقطة التي تحاول إيران أن توصلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ربما لا يتحقق الردع بشكل مباشر وبشكل كامل، لكن على الأقل هو أراد أن يوصل رسالة مفادها بأني لدي القدرة على أن أرد في حال تم استهدافي بشكل مباشر. بالمناسبة يعني ربما موضوع الردع، أنا أتصور أنه عندك حالة من الشكوك النسبية أو حتى المشاهدين بشكل عام، لأنه لا طالما استهدفت إسرائيل المصالح الإيرانية في سوريا. أنا أذكر أنه منذ عام 2000 لكن أنا مهتم بمعرفة جوابا عن سؤالي عن 17 قواعد الاشتباك الجديدة. طبعاً طبعاً نعم يعني نأتي إليها. منذ تقريبا عام 2017 وحتى يومنا هذا إسرائيل استهدفت المصالح الإيرانية بشكل كبير وبشكل مستمر ودائم وبتنسيق مع الجانبين الروسي والأمريكي. لكن في جميع الأحوال إيران كانت تدرك أن هذا الأمر استهداف للمصالح وهو عراك على النفوذ، وكانت ترد على ذلك ربما باستهداف سفينة إسرائيلية في أعالي البحار، أو كانت ترد في استهداف مصلحة إسرائيلية هنا وهناك. لذلك الرد حتى كان بشكل غير مباشر يتم بالنسبة لإيران، لكن هذه المرة تم بشكل مباشر، ولذلك أوجد حالة من الردع التي تعني باختصار شديد جدا أنك إذا استهدفتني بشكل مباشر سأستهدفك بشكل مباشر. ودعنا قواعد الاشتباك. قواعد الاشتباك. موضوع قواعد الاشتباك أتصور لا أريد أن أسهب كثيرا في هذه النقطة، لكن أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا جدا، ربما لن تنضج في القريب العاجل، لكن بعد فترة من الزمن ربما تهاتفني وتقول نعم هذه النقطة برزت إلى السطح، ألا وهي نقطة تشكيل ما يسمى بالناتو العربي. ماذا يعني الناتو العربي باختصار شديد جدا؟ هذه الفكرة ليست وليدة اللحظة، هي ما علاقة الناتو العربي بهذا الهدف؟ نعم سأتي على ذكر ذلك باختصار، لأنه هذا يخص بشكل أساسي موضوع قواعد الاشتباك. هذه الفكرة تعود إلى عام 2013 بشكل مختصر، تم طرحها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن يتم تشكيل قوة عربية مشتركة طبعا تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية. هذه القوة تشمل جميع دول الخليج باستثناء عمان، كما تعلم عمان بشكل مباشر هي دولة محايدة كسويسرا مستقلة في وأيضاً سياستها وأيضاً نعم تماما، وتشمل أيضا الأردن ومصر. أثناء الضربة لاحظنا أن ما قيل عن موضوع الناتو العربي ظهر بشكل أو بآخر خلال هذه الضربة أو أثناء هذه الضربة، ظهر من خلال تحرك الأردن مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل، أيضا تحرك السعودية مع هذه القوى مجموعة، وأيضا يقال أن كان هناك تحرك إماراتيا ليس دقيق، لكن بذور أو ظهور هذه
الإرهاصات الأولى لهذا التشكل الذي تم الحديث عنه عام 2013، لكن بدأنا اليوم نرى إرهاصات تطبيقية بشكل عملي، يعني أن قواعد الاشتباك ستكون في قادم الأيام أكثر صرامة وأكثر صلابة وأكثر حدية في رسم خطوطها ما بين حلف سيكون حلف سني غربي بشكل أو بآخر، وأيضا في المقابل سني بمعنى سياسي تقصد سياسي طبعا أنا هنا أربع بشعوب عن أي عفو منك اتهام أو أي تخاذل أو إلى آخره، لأنه في القرار في دول الخليج وقرار ملكي وبالتالي قرار بعيد عن رأي الشعوب، لكن إذا ما لاحظت هناك نوع ما إرهاصات واضحة جدا. بالمناسبة طبعا كملاحظة أخيرة جدا، الناتو العربي أتصور أن اسمه نبع من موضوع الناتو أو عفوا حلف الناتو نفسه، وهذه المبادرة تذكرت أيضا أن لها جذور تعود إلى عام 2004 عندما تم طرح مبادرة اسطنبول. يعني حلف وظيفي سيكون حلفا وظيفيا. حلف وظيفي نعم يتم العمل على إنشائه منذ عام 2004 وطرح بشكل رسمي عام 2013، لكن نرى إرهاصات تشكلي في الوقت الحالي. نريد أن نبحث بعد فاصل أخير مشاهدينا الكرام أثر هذه التفاعلات الميدانية بين الإيرانيين والإسرائيليين على الحدث الرئيس والأبرز في المنطقة وهو الحرب الإسرائيلية على غزة. وقفة أخيرة ومن ثم عودة لاستكمال ما تبقى من الحلقة. أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن رسائل التبادل التكتيكية أو الردود العسكرية بين الإيرانيين وإسرائيليين. سريعا أذهب إلى أنقرة. أستاذ منذر، برأيك كل ما حصل، كل هذه التطورات والتفاعلات الميدانية، كيف ستنعكس عمليا على الحرب الإسرائيلية على غزة؟ هي لن تكون مباشرة، لأنه يعني الحقيقة لا توجد هناك علاقة سببية بين الأمرين، لأن إيران أثبتت عمليا أنها لا تنتقم ولا تثأر حقيقيا إلا عندما تهان كرامتها بالذات أو يعتدى اعتداء صارخ على سيادتها هي وليس على أحد من حلفائها. فهذه يعني الجهتان منفكتان كما يقول الفقهاء، لكن تصريحات وزير الخارجية التركي مؤخرا، يعني أظن أنها كانت اليوم أو مساء أمس، عن أن حماس وافقت على نزع سلاحها مقابل إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، هذا قد يكون يعني مؤشر على أن التوجهات السياسية أو المفاوضات الجارية والتي دخلت عليها تركيا بعد تراجع الدور القطري قد تكون بعيدة حتى عن خذلان إيران وحلفاء إيران، لأن هناك في النهاية واقع الآن المقاومة ثبتت وصمدت وحققت إنجازات، لكن في النهاية أنت أمام قوة كاسحة وقانون دولي أعمى يعطيها الضوء الأخضر حتى آخر فلسطيني وآخر عربي وآخر مسلم. فال يعني أظن أن موضوع غزة أعقد بكثير من إيران، فقط يعني هي متزاحمة هذا المحور وليس لهم والآخرون ليس لديهم خيارات كما قلت. يعني لكن هنا سيد جلال، يعني نتنياهو على مدى أكثر من 6 شهور يعيش تحت ضغط حقيقي، انفض عنه بعض الحلفاء الأوروبيين، أمريكا لاعتبارات داخلية ليست متعلقة طبعا بالمدنيين في غزة، لاعتبارات داخلية انتخابية سياسية بدأت تحاول أن تتملص من نتنياهو قليلا أو تضغط عليه بحيث أنه يوقف عملية رفح، يخفف أعداد القتلى المدنيين إلى آخره. الأوروبيون ينادون بوقف إطلاق النار بعد أن كانوا يمنعون هذا. المظاهرات الشعبية في عدد من العواصم الغربية لم تهدأ طوال شهور. ثمة من يرى من المراقبين سواء في المنطقة أو الغربيين بأن الحدث الإيراني أبرز إنجازاته أنه شكل طوق نجاة نتنياهو وحرره من كثير من الضغوط، بحيث أنه ظهر في الشارع الإسرائيلي أنه يقاتل على عدة جبهات ويجب دعمه في هذه المعارك. هل ترى الأمر على هذا النحو؟ يعني نتفق بالنتيجة نسبيا ولكن نختلف في التوصيف، بمعنى إذا ما لاحظت نحن في المداخلة الأولى وفي مربع المداخلة الأولى أشرنا بشكل أو بآخر أن الجانب الإسرائيلي ارتكب خطأ فعليا في استهداف القنصلية، لكن هذا الخطأ كان مدروسا، بمعنى أنه تم استغلاله من أجل استعادة الدعم الغربي دعنا نقول، وأيضا استعادة إحياء
أهمية أن يكون هناك تكاتف غربي من أجل حماية أمن إسرائيل. أنا أتفق في هذه النقطة، لأنه كما رأينا جميعا فعلا كان هناك نوع من الانفضاض حول من حول الجانب الإسرائيلي. تحديدا كانت هناك بعض، دعنا نقول، التصريحات الإعلامية الصارمة نوعا ما تجاه نتنياهو. بماذا تختلف مع هذا التحليل إذن؟ التوصيف انه هي طوق نجاة والى ما الى اخره ذلك، لا اتصور انه ايران هي رادد، لا ربما لا يكون طوق النجاة مقصودا، وانما الفعل في ذاته ساعد كثيرا رئيس الوزراء نتنياهو، بدليل ان الان يكاد ينعدم الحديث عن ان يجب وقف اطلاق النار، يجب الانسحاب من غزة، يعني الضغوط تراجعت، انحسرت كثيرا. ليس بالضرورة أن تكون إيران قصدت هذا، وإنما الفعل في ذاته أدى إلى هذه النتيجة. دعم، لذلك أنا قلت أتفق معك في النتيجة، النتيجة فعلية يعني بشكل ليس معي وإنما مع المحللين، عفوا، مع رأي المراقبين، ومع احترام شديد طبعا. الموضوع بشكل أو بآخر نعم أدى إلى هذه النتيجة، وهذا الأمر واضح جدا. هناك نعم عودة للتكاتف الغربي في ظهر إسرائيل أو يعني لدعم إسرائيل. أيضا هناك نوعا ما كانت مناورة إسرائيلية فعلا من أجل أن يتم مقايضة الأمر، إما أن نرد على إيران أو نعود لغزة من خلال فتح جبهة جديدة في مدينة رفح. لذلك أتصور أن النتيجة واضحة جدا، لكن أنا ما أردت أن أقول لماذا أنا أختلف في التوصيف باختصار شديد جدا، أنه كما تفضلت حضرتك أنه إيران لم تقصد هذه النتيجة. في النهاية هي لم ترد من أجل غزة ولا في سبيل أن يرفع يعني أو ترفع حدة الهجمات على غزة أو تتراجع هذه الهجمات، إنما هي أرادت أن ترد من أجل أن تحفظ مأوجها هي ذاتها كدولة، دعنا نقول لها مصالحها ولها حساباتها بعيدا عن موضوع غزة وهذه التفاصيل. لذلك أنا أتصور أنه في نهاية المطاف نتنياهو سيحصل على ما يريد، وهو بالفعل حسب التصريحات الأمريكية حصل على ذلك، حيث أنه هناك استعدادات من أجل أن تكون هناك عملية في رفح قريبا. في ذات الوقت أتصور أنه بعد عملية رفح سيعود الأمر إلى سينصبون عشرات آلاف الخيام خارج رفح قريبا من رفح. نعم ربما يستغرق الأمر شهر إلى شهرين، لكن في النهاية بعيدا عن هذه التفاصيل أتصور أن نتنياهو كما أسلفت أقدم على هذا الخطأ المدروس الذي سعى إلى استغلاله من أجل إنجاح خطوته في إجراء عملية رفح، وهو حقق ذلك، لأنه فعلا كان هناك تكاتف غربي واضح من خلال تقديم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا دعما قويا من أجل صد هذه الهجمات. وأتصور لولا هذا الدعم لما استطاعت إسرائيل أن تصد هذا الحجم من المسيرات والصواريخ. وفي نهاية المطاف كنقطة أخيرة فقط، موضوع أنه الرد الإسرائيلي هل سيأتي في نهاية المطاف؟ أتصور أنه سيأتي، ولكن الفترة ربما بعد عملية رفح. نعم. أستاذ منذر، الحديث الآن كله يدور عن رد إسرائيلي قادم، ولكن إسرائيل الآن بصدد مناقشة توقيته، علما أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال بأنه سيرد ردا حكيما، وهذا بناء على رغبة واشنطن بعدم التصعيد في المنطقة. لكن في المقابل إيران تقول بأن أي هجوم على أراضيها سيقابل برد حازم سريع مباشر. كيف يمكن أن ترد إسرائيل على إيران ردا لا يصل إلى تصعيد في المنطقة لا يريده لا الإيرانيون ولا الأمريكيون، وربما حتى الإسرائيليون الآن لا يريدونه؟ لن يستطيع نتنياهو أن يرد الرد الذي يشتهيه ويتمناه. الضغوط طبعا، هناك شبه معلومات مؤكدة أنه ألغى يعني توقيتان للرد حتى الآن بضغوط أمريكية هائلة. هو يدري أنه حتى عسكريا عنده طبعا F-35 ويمكن أن يقصف إيران ويستبيح إيران، أجواء إيران كلها، لكنه يحتاج إلى طائرات التزود بالوقود، وهذه مشكلة تقنية، ولا يستطيع العمل منفردا إلا بموافقة أمريكية صريحة. أمريكا لن تعطي هذا الضوء. في تقديري والله أعلم، أن أرجح أن يلجأ إلى عمليات يعني استخباراتية على غرار عمليات سابقة ربما بحجم أكبر داخل إيران، ودون أن يتبناها على الطريقة التي كان يتعامل بها بالقصف. كثير من الأحيان يقصف في سوريا ولا يعلن، لا يتبنى رسميا، يعني ستكون محدودة. لكن هناك تصريح، يعني ما أدري إذا كان تصريح لقيادي كبير في الحرس الثوري الإيراني، لا أدري إذا كان تلميحا إلى أن إيران ستعلن قريبا عن حيازتها السلاح النووي أم لا. هذا مجرد ظن يعني وتخمين. قال سنعيد النظر، إيران بعد هذا العدوان ستعيد النظر في يعني عقيدتها النووية، ومثل ما يقول إخواننا المصريون الحدا يفهم. نعم،
طيب. شمال. طيب وهنا معك سيد جلال أختم، يعني في زحمة هذه التهديدات والردود والقصف والقصف المتبادل بغض النظر عن نتائجه التي غالبا الآن لا نجد ضحايا بشرية ولا أثرا في البنية التحتية، هل تبدو لك المنطقة الآن أنها ستنجو من أي تصعيد لا يرغبه الأطراف، أم أن في مثل هذه الأحوال يعني تفقد الأعصاب وتخطئ الحسابات؟ أتصور أنا أميل إلى سيناريو أن يكون كل شيء وفق الحسابات المدروسة. ليش؟ لأنه بشكل أو بآخر أولا إيران هي من أقدمت أو هي من بادرت في توضيح أو في إيصال الساعة والتوقيت وكمية الصواريخ والمسيرات وحجم ونوع وطبيعة الرد بشكل عام. لذلك أتصور أن إيران بشكل أو بآخر أظهرت حالة من العقلانية من خلال التواصل الدبلوماسي الذي تحدثنا عنه. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أظهرت حالة من العقلانية من خلال الضغط بشكل أو بآخر على إسرائيل أو على نتنياهو شخصيا من أجل أن يؤجل عملية الرد. لذلك أتوقع أنه في القريب العاجل أو في الوقت القريب ربما لا نجد حالة من الاشتباك والتصعيد، ربما الأمور تهمد وتهدأ في يعني في بعض المناطق، لكن ليس هذا الهدوء الذي كان ما قبل 7 أكتوبر. أتصور أنه الهدوء الذي وجدناه ما بعد 7 أكتوبر، بمعنى الهدوء الذي يطرأ في بعض الأحيان عليه خروقات هنا وهناك كما نرى اليوم في اليمن ونرى في سوريا وأحيانا في العراق وفي لبنان بطبيعة الحال. لكن أتصور أن إيران ربما تنظر للأمر بعد ذلك أن الأردن أوضحت وأفصحت بشكل كبير، الأردن تحديدا أفصحت بشكل كبير عن توجهها ضدها، بمعنى أن الأردن اليوم أصبح يعمل بشكل علني ضد النفوذ الإيراني، وبالتالي أتصور أن إيران ستنظر للأمر من ناحيتين. الناحية الأولى نعم نحن عملنا على تثبيت نفوذنا في 4 عواصم كما نعلم جميعا، وأتصور أنه الوقت حان من أجل أن نتجه نحو منطقة جغرافية أخرى ألا وهي الأردن. لماذا تتجه إيران نحو الأردن؟ ليس فقط لأنه الأمر له علاقة بموضوع انضمام الأردن إلى الحلف الغربي وان كان ذلك مهما، لكن هناك 3 عوامل أساسية لابد من الإشارة إليها. النقطة الأولى، إيران اليوم الأردن عفوا تحتضن ما يقارب 22 قاعدة أمريكية بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان وبعد أخذ الولايات المتحدة الأمريكية بعض المعدات وبعض الطائرات من قطر إلى الأردن، وبهذا بالنسبة لإيران خطر قريب. وكما تحدثنا هناك توازن تهديدات، إذا كان التهديد قريب مني معنى الكلام لابد أن أعمل على إبعاده أو إهلاكه أو إضعافه بشكل أو بآخر، وهذا العامل الأول موضوع القواعد الأمريكية. النقطة الثانية، كما تعلم الأردن محاذية لإسرائيل، وأي تحرك إيراني داخل الأردن سواء من خلال بث الفوضى أو من خلال حتى ولو من خلال نشر التشيع بشكل أو بآخر، هذا يقلق إسرائيل بشكل كبير، وبالتالي يشغل خلايا الأزمة الإسرائيلية من أجل العمل على يعني دعنا نقول إعداد الخطط وغيرها من هذه الأمور من أجل التصدي للتشيع داخل الأردن، وهذا ما يبعد إسرائيل بشكل بآخر عن استهداف الداخل الإيراني. النقطة الأخيرة وهذه أيضا نقطة مهمة، لابد من إقناع الكيان المرجعي لإيران، والكيان المرجعي المقصود به هنا الوكلاء، وهم بالنسبة لإيران كيان مرجعي، والكيان المرجعي الإيراني يعتمد كما تعلم على المذهب الشيعي. وإيران عندما عملت على إنشاء هذا التحالف أنشأته بمعنى أنها تعمل بشكل بآخر على حماية المصالح الشيعية وأيضا حماية الأضرح وأيضا المقابر الشيعية. لذلك أتصور أن هذه القوة أو الوكلاء المتحالفة مع إيران لابد أن يكون أمامها حالة من دعنا نقول الغليان أو حالة من المشكلة الأمنية أو المعضلة الأمنية التي تبقي على حالة وظيفتها في حالة ديمومة. أشكرك مشاهدين الكرام. ختاما في هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام في الاستوديو جلال سلمي الباحث في العلاقات الدولية، ومن أنقرة عبر سكايب منذر الأسعد الباحث في الشؤون الإيرانية، وشكرا لحضراتكم على كرم المتابعة. في حراسة الله.